أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر جاهز 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 وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل عليكم ورحمة الله السلام عليكم. وإننا أيها الإخوة المؤمنون طرقنا كل الأبواب ونطرق كل الأبواب وسنطرقها لنكون بوابة خير لشعبنا، نزيح عنه الغمم بفضل الله عز وجل، ونزيل عنه الهموم بفضل الله تبارك وتعالى، ونكسر عنه حلقات القيد والحصار. نعم، لذلك اليوم ونحن نطرق أبواب أمتنا وأبواب أشقائنا، بعدما ظلمنا بنو جلدتنا وقطعوا الماء والكهرباء ورشفة الدواء، قطعوا المرتبات وغير ذلك في محاولة لتركيع النفوس، في محاولات للاستجابة لطمس هوية قضيتنا بل وتصفيتها كما يريد العدو الصهيوني. طرقنا كل الأبواب، طرقنا أبواب أشقائنا في مصر، فوجدنا بوابة مفتوحة كبيرة، وجدنا حضنا كبيرا دافئا عند أشقائنا المصريين في هذا اليوم، ومن قلب شعبنا الفلسطيني في غزة المحاصرة، في غزة الصابرة، في غزة المحتسبة، حق لنا أن نقول، لأننا لا يمكن أبدا أن نتنكب أو أن نتخلى عن كل من دعم شعبنا في أي ركن وفي أي زاوية. نقول اليوم لمصر شكرا يا مصر، شكرا يا أرض الكنانة. هنا نقول على نفس المستوى شكرا لقطر التي ما زالت تمد يدها لشعبنا في كل النواحي والمناحي بالخير العميم. نقول لكل أشقائنا العرب في كل الدول في كل الأماكن، شكرا لكم على ما قدمتموه لشعبنا في السعودية والإمارات وفي قطر وفي غيرها من الدول، شكرا لتركيا، شكرا لكل من دعمنا، شكرا لإيران، شكرا لكل إنسان على وجه البسيطة يقدم خيرا لهذا الشعب الصابر المحتسب. لا تخلطوا بين الغلو والتطرف وبين المقاومة. المقاومة ليست إرهابا، المقاومة ليست غلوا، المقاومة ليست عنفا، المقاومة حق مشروع. في مقاومة الاحتلال فعلته كل الشعوب، فيا ويحنا اليوم وويح من يريدون أن يخلطوا بين مقاومة الصهاينة الذين يحتلون أولى القبلتين ومصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أعمال الإرهاب والغلو والتطرف. هذا بند آخر وشق آخر. نسأل الله أن يعافي شعبنا وأمتنا، وأن يعافي الناس جميعا والأمم من ذلك. اللهم أزل الحصار عنا، اللهم اكسر القيد والحصار عنا، اللهم وحد صفنا وقو عزائمنا واربط على قلوبنا واجعلنا